فيلم الهدية أو The Present كما أطلق عليه باللغة الإنجليزية هو العمل الأول للمخرجة البريطانية الفلسطينية فرح نابلسي والمقتبس من أحداث حقيقية. العنوان حمل في طياته معنيين الهدية والحاضر، والزواجية المعنى هنا مقصودة لنقلها إلى الفيلم نفسه. 6 دقائق و42 ثانية كانت كافية لأن تسلط فرح الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية في بيت لحم وقلنديا والضفة الغربية بعد 25 عاما من الغربة عن وطنها فلسطين. هناك مشهد أشد قسوة تم عرضه في الفيلم، وهو شاب أعرفه منذ سنوات ويعيش في الخليل. يمكن القول إنه يسكن على الطريق بالمعنى الحرفي للكلمة بسبب وجود نقطة تفتيش على بعد 80 مترا من منزله. بغض النظر عن المكان الذي يريد أن يذهب إليه وماذا يريد أن يفعل ومن يريد أن يرى وماذا يريد أن يشتري، فإنه يذهب إلى نقطة التفتيش كما يفعل أي فلسطيني آخر على ذلك الطريق. The Present يرسم هذه الأوضاع من خلال يوسف، الأب الفلسطيني الذي يتنقل بابنته الصغيرة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي لشراء هدية لزوجته، لتكون هذه المهمة البسيطة من المهمات الصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لم يخلو فيلم فرح من حكاية الجدار العازل الذي شرعت إسرائيل ببنائه عام 2002 في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، وهو ما سمته جداراً يقتلع الأرض وبيوت الناس ويمزق الأسر. فيلم الهدية وصل أخيراً إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، ما يعني تصنيفه ضمن أفضل 10 أفلام في فئته. وقد حاز الفيلم جائزة الجمهور في مهرجان كليرمونت فيرانت الدولي للأفلام القصيرة، وجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي. ومن المنتظر ذكره ضمن إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز الأوسكار في الدورة 93 في 15 من آذار مارس المقبل.